تابع القاهرة 24 وكيرو لايف قناة القاهرة 24، مساء الخير على حضرتك. الكريسماس من الحاجات اللي بيحتفل بيها المصريين في كأعياد الحب وكذلك رمز من رموز الحب. هنسمع مع حضراتكم أسعار هدايا الكريسماس داخل محافظة كفر الشيخ وكذلك متوسط الأسعار. أهلا بيكم على الله بخير. عايزين كده نعرف من حضرتك متوسط الأسعار الهدايا بتاعت الكريسماس بتبقى عبارة عن إيه، اللي عايز يهدي حبيبته أو خطيبته أو مراته أيا كان يهديها بإيه في الكريسماس؟ هو بيبقى عبارة عن بوكس كريسماس بيبقى شامل اللي هو بابا نويل بجميع أحجامه، في من أول حجم اللي هو 30 جنيه لحد أسعار 150 جنيه و 170 جنيه ويعني من 30 40 50 70 أحجام. طبعا في برضو للبنات برضو اللي هي ماما نويل، تمام، بيبقى عبارة عن بلورة برضو بابا نويل اللي هي خاصة بالكريسماس، الأيس بتاع رأس السنة بيشمل برضو اللي هو البوكس بيشمل نجار اللي هي المجات الحرارية، الشتوي، الايس كاب، يعني بيبقى على حسب برضه الزبون بيبقى معاك. متوسط اسعار الحاجات دي كان تحديدا يعني اللي عايز يهدي بهدية لها كام وعلى كام متوسطها؟ ممكن من اول 150 جنيه لحد معاك لحد كام تشاء، مفيش حد اعلى دي. الاقبال السنه دي يعني احنا شفنا في عيد الحب كان احداث غزه مؤثره على مشاعر المواطنين عموما، وكان في هناك حاله من الاحجام او الاقبال الضعيف بسبب احداث غزه، هل ما زال الوضع كما هو عليه؟ برضو الناس متاثره برضو باحداث غزه ان هم برضو مش ما فيش الاحتفال بتاع كل سنه، متاثرين برضو بخبر غزه. السنة دي برضو متأثرة السنة دي عن كل سنة. متوسط أسعار السنة دي مقارنة عن السنين اللي فاتت هل الوضع ارتفع؟ بس بالنسبة للكريسماس بيبقى بابا نويل البلورة برضو تبع بابا نويل برضو ده بيبقى بابا نويل اللي هو راقص. ده بابا نويل اللي هو الراقص، ده بابا نويل اللي هو بيغني بإيده بيغني، ده مجدي حراري، ده بادز بلاش وآيس كاب، وده الساعة الأسورة بتاعته، وده طبعا الأقلام اللي هي بتخص برضه الكريسماس اللي هو بتاع بابا نويل.